كل قدر الله هو خير، حتى الذي يحزنك، فتقبل قدر الله كيفما كان. فلعل هذا القدر الذي قد أحزنك هو قد أحياك من حيث لا تشعر. صدقني، قد تحزن أنت من تكتشف حقيقة إنسان أمنت بي، لكن قدر الله أحياك تكون تغافل. قد تحزن حينما أردت شيئا لم يحصل، لعله إن حصل يضرك وأنت لا تعلم. لطف الله أحاط بك ومنعك وأنت لا تدري. نصيحتي إليك، تقبل ما يقدره الله لك وإن أحزنك.